نحن أول مرة بنعمل هيك شيء. هلا أنا بالحياة أم دوغ لوفر، يعني عندنا كلب مربى بالبيت شيواوا، ودائما بنحس إنه بيساعد العيلة بإنه بيعطي يعني بيعطي روح حلو بقلب البيت، الدوغ اللي يكون عايش معك. ناصر بحب الكلاب ابني، وقال لي مامي يدو أرواد أوردز، وليش ما بتعملي مستر أند ميس دوغ؟ قلت له عن شو عم تحكي؟ شو مستر؟ فكنا كنا عم نحضر للدورة الثالثة، ولما طرح الفكره ناصر استغربنا، بس كان ملح كثير علي، كل يوم يقول لي انه بدنا نعمل ويشرح لي ويقول لي ستيج وهيدا، ومنعطي واحد لقب مستر كيوت او مس ما بعرف. سو الفكره كثير كانت مرسخه براسه، وبلشت اتصالات بمساعده اطباء من وزاره الزراعه، واكيد الوزير اكرم شهي بدي اتشكره، وعم نعملها نحن فور فان. وكل الكلاب المشاركه هي بريد، يعني انه هن بيور ريس، يعني راس بيور، وان بلس انه كمان عندهم نوع من الكاركترز الحلو، من عنده شخصيه. يعني احنا هلا عم نكتخب على اساس الاوتفيت، وعندنا مدام سارينا عم تلبسهم اللي هي ديزاينر، وفي مجموعه من الجوري مؤلفه من ايضا دكتور علي حماده ودكتور الي ايهاب شعبان، وايضا مايا نصار وناصر ابني، ومدام صفيه العمري حتكون ضيفة شرف لأنه هي خلقت شهدت على ولادة هذا المشروع. نحن جايين نمثل دكتور كلاودر بالإيفنت، وبذات الوقت في عنا كلبة كتير حلوة اسمها بلوي من نوع شيواوا، حابين نشركها لأنه كلبة كتير ذكية، وحتعمل جود تريننج لحن نمرنها هون على لحن فرجيها شو بتعرف تعمل حركات هون على البوديوم، وإن شاء الله بتلاقي حب الجمهور لتكون مس دوغ. أكيد الكل محمس حتى يشوف الكليب المتبرعين ليطلعوا على المسرح. Small and huge stages in she's grand champion of the lab, helping like more than 10,000 years old people like these sheeps. Brown and the black, Launo, وهو بطل فيلم ماكس وعنتر.